اشترى مواطن إماراتي رقما لهاتفه وهو 052 واحد 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 بمبلغ مليونين ونصف المليون درهم خلال مزاد شركة دول الأرقام المميزة ومن المقرر توجيه جزء من حصيلة المزاد لدعم جهود مؤسسة الجليلة في مجال الأبحاث العلمية والطبية ويتضمن المزاد خمسين باقة حصرية للأرقام المميزة من فئات مختلفة وهي الذهبية والماسية والبلاتينية بلاس